منذ متى يعمل عمك في الصين؟ يعمل عمي في الصين منذ ما يقرب من 3 سنوات. منذ متى وعمتك تعمل في الولايات المتحدة؟ تعمل عمتي في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 4 سنوات. كم من الوقت عمل ابن عمك في الصين؟ يعمل ابن عمي في الصين منذ ما يقرب من 7 سنوات. متى بدأ عمك العمل في الصين؟ بدأ عمي العمل في الصين منذ عام 1995. متى بدأت عمتك العمل في الولايات المتحدة؟ تعمل عمتي في الولايات المتحدة منذ عام 2002. متى بدأ ابن عمك العمل في الصين؟ يعمل ابن عمي في الصين منذ عام 2019. كم من الوقت عاشت ابنة عمك في الولايات المتحدة؟ عاشت ابنة عمي في الولايات المتحدة لأكثر من 8 سنوات. كم من الوقت عاش صهرك في الصين؟ قد عاش صهري في الصين لأكثر من 6 سنوات. كم من الوقت عاشت زوجة ابنك في الولايات المتحدة؟ عاشت زوجة ابني في الولايات المتحدة لأكثر من 9 سنوات. كم من الوقت تبقى ابنة عمك في الصين؟ تبقى ابنة عمي في الصين حتى أكتوبر من هذا العام. كم من الوقت سيبقى صهرك في الولايات المتحدة؟ سيبقى صهري في الولايات المتحدة حتى يناير من العام المقبل. كم من الوقت ستعيش زوجة ابنك في الصين؟ ستبقى زوجة ابني في الصين حتى أبريل من العام التالي. متى ينتهي عمل عمك في الصين؟ ينتهي عمل عمي في الصين عام 2023. متى ينتهي عمل عمتك في الولايات المتحدة؟ ينتهي عمل عمتي في الولايات المتحدة في عام 2025. متى ينتهي عمل ابن عمك في الصين؟ ينتهي عمل ابن عمي في الصين عام 2030. هل انتهى عمل عمك في الولايات المتحدة؟ لقد انتهى الأمر، غادر الولايات المتحدة العام الماضي. هل انتهى عمل عمتك في الصين؟ لقد انتهى الأمر، لقد غادرت الصين لآلاف السنين. هل انتهى عمل ابن عمك في الولايات المتحدة؟ لقد انتهى الأمر، فقد غادر الولايات المتحدة هذا العام. هل أنهت ابنة عمك شؤونها في الصين؟ ليس بعد، ستبقى هناك لمدة عام ونصف آخر. هل أنهى صهرك شؤونه في الولايات المتحدة؟ ليس بعد، سيبقى هناك لأكثر من نصف عام. هل أنهت زوجة ابنك شؤونها في الصين؟
ليس بعد، ستبقى هناك لأكثر من نصف عام. كم مرة تذهب ابنة عمك إلى أمريكا كل عام؟ تذهب ابنة عمي إلى الولايات المتحدة مرة واحدة في السنة. كم مرة يذهب صهرك إلى الصين في العام؟ يذهب صهري إلى الصين مرتين في السنة. كم مرة تذهب زوجة ابنك إلى الولايات المتحدة في العام؟ تذهب زوجة ابني إلى الولايات المتحدة 3 مرات في السنة. كم مرة زار عمك الصين؟ لقد زار عمي الصين أكثر من 10 مرات. كم مرة زارت عمتك الولايات المتحدة؟ لقد زارت عمتي الولايات المتحدة 10 مرات. كم مرة زار ابن عمك الصين؟ لقد زار ابن عمي الصين 10 مرات. متى ستذهب ابنة عمك إلى الولايات المتحدة؟ ستذهب ابنة عمي إلى الولايات المتحدة في غضون شهر. متى سيذهب صهرك إلى الصين؟ سيذهب صهري إلى الصين في غضون 3 أشهر. متى ستذهب زوجة ابنك إلى الولايات المتحدة؟ سوف تذهب زوجة ابني إلى الولايات المتحدة في نصف العام.